بمجتمع أقل ذكورية من المجتمع اللبناني بمعظم العالم العربي طبعاً، بتبقى المرأة عم تطالب بحقوق المساواة وعم تسعى أن تاخد دورة بكل شيء وحتى بكرة القدم. بنشوف هالتقرير وبناخد رأي عماد. أكاديمية الفتاة أو Girls Football Academy GFA، هالفريق برز اسمه بالأيام الأخيرة خاصة بعد ما حقق فوز لافت ببطولة السيدات على حساب الصداقة يلي سبق وأحرز البطولة 5 مرات متتالية. رئيسة النادي نادية عساف يلي هي أيضا لاعبة تحدثت عن فكرة النادي ووضع الفريق. GFA هو Girls Football Academy، بلش لأنه أنا جيت على لبنان من زمان ولقيت أنه فوتبول منه شيء بيهتموا فيه بهالبلد، ونفس الشيء هلا بتشوفه مع شريكي. هو كمان تعذب كتير وكان عايش بفرنسا وكان يدرب فريق ليون درجة أولى للبنات، فجينا هون على لبنان لقينا إنه ما حدا عم بيهتم بالبنات وما في شيء اهتمام يعني، سو قلنا أنا وليد تعرفت عليه قلنا ليه ما بنفتح شيء اكسكلوسيفلي بس البرايورتي يكون للبنات، فجينا بالفكرة فتحنا Girls Football Academy ونحن صرنا هلا تقريبا 5 سنتين. حاليا لعبنا اول ماتش 4-0 ربحنا ضد FCB، بس لانه كان في شيء مشكله على الكشف غلطنا فيه اداريا يعني خسرونا الماتش ثاني نهار. مين بتحمل مسؤوليه الخطا؟ انا 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 لانه شو بقول الرئيس النادي بكون ف this is why انا بتحمل المسؤوليه. GFA هو الوحيد يلي بضم أجانب وتحديدا الأمريكية البريطانية لوسي تومسون والليبية فدى الغيار، بالإضافة لللبنانية نادين شتكلف المقيمة بالإمارات لكنها بتحضر إلى بيروت خاصة بالمباريات الحساسة، من دون ما ننسى العناصر اللبنانية الجيدة. في بنحب بعض، رفقة، في حماس وهيك يعني بنبسط كثير بأنه شيء رائع جدا يعني، وخصوصا انا كثير بحب الفوتبول. اكيد نحن هلا متفائلين اكثر من هذيك السنه، سبيشلي صار عندنا لعيبه اكثر، صار عندنا سبستيتيوت بيريحونا بعد اكثر، واجمالا صرنا فريق بنحسب حسابه، صرنا بنخوف اكثر بس يسمعوا GFA بينقذوا، فاكيد عندنا امل انه ان شاء الله نحقق البطوله ان شاء الله يعني هلا اللي عملناه بعد منه شيء يعني، بعدنا مثل إذا بدك بالأول إن شاء الله يعني أحسن يعني منضلنا بهيدي الروح، لأنه هي أهم شيء يعني الشيء بالفريق هو عندك إياه، هو الروح اللي بتضلك يعني للماكسيموم عم تعطي، غير هيك يعني صدقني يعني هيدا عامل أكبر بارت كرمال نقدر نربح هيدا الجيم. هيك سنة كتير يعني تقدم الفريق، نحن السنة يعني كتير تمارين أحسن وجبنا بنات في كتير من هبة من أبو ظبي إجت، هي كانت تلعب كابتن، في كتير بنات اجوا جداد ويعني انه كله قدم يعني مستويات كتير منيحه وقدرنا نربح انه على كل الفرق والصداقه كمان، وهلا ان شاء الله بنربح كمان. متفائله اكيد وعم نعمل قد ما فينا نتيجه التمرين وهيك. مدرب الفريق يحيى شعيب متفائل وبيعتبر اجواء النادي ايجابيه. عندهم اندفاع وعندهم حماس مثل ما شفت، بيجوا على التمرين دائما وبيشتغلوا وبيتابعوا. بالنسبه للفوتبول اللبناني اللي عملوه كثير ممتاز يعني، هلا لو بتعرف الصداقه صاروا 8 سنين بطل لبنان وقدروا هذيك اليوم يتفوقوا عليهم بمهاره مثل ما بيقولوا، مش انه بالصدفه، وتصدروا بطوله الدوري ومستمرين لقدام، وان شاء الله انا متفائل كثير اذا بيضلوا بهالهمه وبيضلوا بهالنشاط يعني المفروض نعمل نتيجه ايجابيه بطولة لبنان.